الرواية رقم 15 في هذا الباب، الرواية عن الصادق عن آبائه عليه أفضل الصلاة والسلام، قال رسول الله: مر عيسى ابن مريم بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قبل فإذا هو ليس يعذب، فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به العام في هذا العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله عز وجل إليه: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. هذه الروايات، وهي روايات كثيرة أيضا في هذا المضمون، أن الإنسان وإن انقطع عمله مباشرة في البرزخ، ولكن آثار عمله أين موجودة؟ موجودة في الدنيا. من هنا تأتي أهمية تربية الأولاد الصالحين، أهمية إيجاد السنة الحسنة، أهمية أن الإنسان يضع من بعده أثرا يكون فيه نفع وفائدة للناس. خير الناس من نفع الناس. التفتوا جيدا، البعض مولانا لا يفكر إلا بهذه الساعات التي هو يعيشها، ثم تسأله ما بعد موتك، يقول: هسه أنا ما بعد موتي فليكن ما يكون. لا، ليس الأمر كذلك. الإنسان حاجته إلى العمل الصالح وإلى الثواب وإلى الحسنات ما بعد الموت أشد بمراتب مما هو قبل الموت. لماذا؟ باعتبار أنه ما قبل الموت يده مفتوحة، يستطيع أنه أن يقدم على الحسنة، أن يقدم على العمل الصالح، الأمر باختياره. أما ما بعد الموت هو في أمس الحاجة إلى العمل الصالح، ولكن الأمر ماذا؟ خرج عن اختياره، بعد ليس في اختياره، وإنما هو لابد أن ينتظر من الآخرين أن يقدموا له شيئا. وروايات كثيرة أيضا بهذا المضمون، أن الإنسان في عالم البرزخ عندما يجلسون هؤلاء حلقا حلقا كما سنقرأ الرواية بعد ذلك إن شاء الله، يجدون أن البعض من هؤلاء أهل البرزخ تأتيهم حسنات من أهاليهم، ولكن البعض الآخر لا تأتيهم، فيخجلون أمام الآخرين. هو مهمة هذه، وهو أنه من قبيل الإنسان المسجون في مكان، فيجد أن بعض السجناء الذين معه أهاليهم يزورونهم، يذكرونهم بخير، ولكن لا يوجد أحد ماذا يسأل عنه. ومن هنا ورد التأكيد على زيارة القبور، على ذكر الموتى، على إهداء الحسنات وعلى إهداء الثواب والأعمال الصالحة لهم، كلها بمثل هذا الاتجاه، لأنه حياة كحياتنا، ولكنه كما ذكرنا إلا أنه ليس فيها هذا الجسم، وإلا لهم حياة يعيشون، يذهبون، يأتون، يجلسون، يتزاورون إلى آخره. المهم هذه القضية هو أنه بلغ له ولد صالح ففعل فغفرت له بما فعل أو بما عمل ابنه.